ختاما نختمه مع سورة الكاتب المجتهد كامل الريحي. كمال الريح، كمال، كمال إنسان طيب، إنسان يعني مكافح، يخدم مليح ويخدم برشا، يكتب قلم له قلم رائع بشهادة عديد النقاد العرب، سافر. وعلى فكرة الكاتب المفضل متاعي اللي هو خالد خليفة اللي ديما نقرأ له، فالحقيقة شفناه صارت هجمة على الكاتب كمال الريحي، وكان من أول الناس اللي وقفوا معه.